طبعه و بتاع الجزء كده ونصور كويس مع بعض كلنا من كده. فكان مركز إبصار، ومن هذا المنطلق تم عقد بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة قصر الخير في 29/4/2015، وكانت باكورة تفعيل هذا البروتوكول هو إنشاء هذا المركز الذي نحن بصدد افتتاحه اليوم. ووفرت كلية أصول الدين مشكور المكان، وقامت الجامعة بتجهيزه من الناحية الإنشائية، وقامت مؤسسة مصر الخير بتجهيزه لأجهزة الحاسب الآلي محملا عليها البرامج المساعدة للطلاب. وقامت أيضا بعقد دورة تدريبية للمدربين TOT، دورة TOT يكون الحاصلون عليها النواة الأولى للمدربين الذين سوف يساعدون بعد ذلك في تدريب من ترشحه الجامعة للتدريب، لكي يمكننا التوسع في إنشاء مثل هذه المراكز المتميزة. يعني هذا هو الهدف الأساسي الذي يخدم مجتمع تمويل البيئة، هو الهدف عقد هذا البروتوكول، وذلك في الفروع الأخرى للجامعة حتى نستطيع تغطية عدد كبير من أبنائنا الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة المصرية. والشكر كل الشكر لإدارة الجامعة وميزتهم الإعاقة باعتبارها صفة مميزة لهم دون غيرهم لبروز همتهم وعلو كعبهم العلمي. فنسمع عن كما سمعنا من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عن الأعرج والأصم والأعمش، ولا يخفى علينا الشاعر العربي الفصيح بشار بن برد، ولقد كتب الباحث كتابا او اكثر في هذا الشان، والكلام عن هذه الفئات كثير، ولضيق الوقت بالمده المحدده لي قد كفاني فضيله الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه ما كنت اود ان اتحدث فيه عن هذه الفئه التي نتمنى ان تاخذ فرصتها كامله في ان تنهض وتساهم بايجابيه وفاعليه في المجتمع العزيز. وأشكركم مرة أخرى وأتمنى للجميع التوفيق، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة يعني يسعدني أن أشارك في هذا اللقاء وأنا قطعت شوطا طويلا طيلة حياتي مع ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة أنواع الإعاقة كما تسمى، وكنت أميناً عاماً للمؤتمر السابع، مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة في دورته السابعة، والذي كان بعنوان قضايا الإعاقة في مصر، الحقوق، التحديات، التنمية، بين بريق الشعار وبطء القرار. وكانت من توصيات هذا المؤتمر توصيات عديدة، والجديد في هذا المؤتمر الذي كنت أمينا عاما له وأقيم تحت الهيئة العامة لحصول الثقافة، والمؤتمر له عدة دورات، ألقيت بحثا في المؤتمر الأول في عام 2009، وسعدت بعض الطلاب من جامعة الأزهر من المكفوفين والطالبات الكفيفات. ومنذ هذه الفترة وكان لديهم تطلع إلى أن تتحقق أمانيهم في هذه الجامعة، وقلت لهم بمشيئة الله
سيقول: نحن في جدل وعراك إيجابي.